السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رواد صفحة أبناء الحديثة، مرحبا بكم. سنبدأ إن شاء الله في سلسلة من الحوارات مع أبناء الحديثة، ونستهلها بالضيف ذو قامة دولية ما شاء الله عليه، الدكتور سعيد صديقي، أستاذ العلاقات الدولية وأستاذ بجامعة محمد بن عبد الله. السي سعيد، مرحبا بك بين مرحبا خويا أهلك محمد. وفي بيتك. مرحبا خويا محمد، وشكرا في الدعوية الطيبة، بارك الله فيك، وتحية الرواد والأعضاء المجموعات نايت حديثة. السي سعيد، السؤال هو مزيانك بذير الطفولة ينك منطقة النشأة. نسير من حاول نسير شي حاجه للمزيخ باش غنفهمني ولا نكوتشي ابن اي حديثه. لا شك انك سي سعيد عاني كما عانينا نحن، سواء قوامان، سواء قد دراسه، سواء كل مناحي الحياه. ذوق مدرسه شخوخ يورا مخنوق من شنين صفقة التمارين اللمبة مخ تصفن غالبية ابن الحديثة من قبل ما توضض ان شاء ما شاء الله ما يضر مستوى. نفتخر بك، تفتخر بك جميع ابناء الحديثه. من غادي من السي سعيد. شكرا خويا محمد، مخزني نشتي نقان انت مع اجل منطقه وجيلنا متقارب، نش تنتمي الجيل بداية السبعينات، يعني لان بداية السبعينات يعني، ولكن تنتمي ايضا الجيل الثمانينات، بمعنى اني عشت الفتره اني ستازو غينس سديزيتينس نشاز ناوس نصاور نسبدروم يعني نزدمد نصبارة نخدم قيبني نخدم قيكتامة يعني نجار بالجوع قيد داخلي نشيج نعام وتغريغ لأنه العائلة ونشيج ومو ونستطع شي باش أنغا قي قينات قي وذن وشيش الداخلي قي داقي سنراجة تومي بن نسا باش أنغا تومي بني يعددية بني حديثة، بمعنى الحرمان بكل أنواعه، يعني رغم أن كنت ماجنا عائلة الولي ديري خدم وظف بسيط، ولكن الحمد لله ربي يسري كما يسر الكثير باش نتجاوز يعني العوائق الإحباط، بمعنى يعني يمكن يعني من عيشانش هو يعني ماشي الاستثناء، ومن يعيش الجيل السبعينات الثمانينات سواء ستكافي ستينس سواء مسائل سبحانين. السي سعيد، من بعض الطرائف كيخني زي بعض الاقرباء انك ايرات التمارين ترجع الدروس عايز فاروله الجماعه من غادي نجيب انايا واش فاروله الجماعه تحت غاس تحت فاروله ني باش تقد التمارين ثاني تلك المرحله نسيك الثالث الحقيقه نسيك الثالث لانه يروختني راه عاد غنخشيتو ابن حذيفه الدكتوره إيرا بالخصوص سيك ثالث إيرا قاقي من حديثة كي كمون عفوا كي كمون غاغشي كي شان كمون الطو دونك ماد مع الديني سفوث قاقاغين زيغا أتيا تسمى أتيا سفوث إيرا تسغب باش أبغى كي من حديثة إيرا قيمة غير قهوة زيغا شدر قهوة إخصي راحة أطوني مثل الجماعة باش غاسرا، ولكن أيضا نغرغ اللمبة إلا بدعا قيل لامبات غاس يجي الناس يجو كارتون يقصح شي حاجه باش تسمو غير شي كبير طاوين، ولكن واخا يعني مصدر الضوء تغطي ولكن الدخانيس ما تغطي. دونك منايا ماشي لانه من 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 عيش من عيشونش هو هذاك عيش الجيل اللي ليس استثناء، وكان لابد انسان يعني هذيك فح وفق الظروف نتجاني الوقت. السي سعيد، اي حديثه اسم نايت حذيفة يوقع خص بزاف الوار بزاف الناس كوريج من يقارن بعض المراجع يقرا كأنه أيت حذيفة يريد جنتظ متصوف نشاط الدين جاء من المشرق واستقر بعيد حذيفة ني بعض المراجع أخرى قالك بأنه ابن الأصغر للورياغلي يرقانس أحمد ومن بعد يوذني أبناء عصره لقبوه بحذيفة تيمنا بالصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. من قال من يا سي سعيد؟ أنا في الحقيقة تحتاج جا يجي البحث التاريخي زي متخصص يخصص ذكر شوية الوقت باش يتأكد كي الفرضيات الافتراضية نجح،
اولا دا قبيتش كقبيله نستخفينو يعني وغايب المعلومات اللي هي الدقيقه غايب عن المعلومات اللي كوزنا عندي مش غير متاكد فيس. لكن افيلاج فيلاج نيت حديث ثاني او نيت حديثه انتقى حديث العهد يمكن قال الاستعمار غير تاسس غا مواطني غا مواطني ميتجا روخ المركز من حديثه اغلبيه ناس نيت كمون بمعنى نودي واش المركز قناه اي حديثه. اذا نسيد لما السلطه الاستعماريه باش تنشا المركز النا على حسب العلم منو زيدها جاني وذن زيد جبل البعض وذن اول استقرار باش تستقر ديني يمكن قناه وسين زجون كان قناه اي حديثه او شيء من هذا القبيل فيعني يتسمى خناف السيسمة الحديفة. لكن كقبيلة نستمتد نس ما المصدرين نس يعني مسجوس اسمايا من عن الإطالين اسم الجغرافي يعني تحتاج جشوين بحث. ولكن من يتمنش هو النين الأفكار أولا أن استعمال مديوسا افتت القبيلة مش سيخفين ولا شكرا غا يسمن يمكن شكسيتي صغار جدا نشبه بيس إخباري في اسمي تعيش الدار البيضاء إخبار اسم الصديقي أغلبية وذن يواصلني جي اسم قناة الحذيفي نير إما يكسي صغار جدا نير صغار كذا. إذا استعمار يحتم القبيلة يوسيد مرحلة استقلال يكرس الوضعية القبيلة واسقم وش وجود. ولكن الفكرة الوسيلية المهمة جدا نش روخ بن حذيفة كمركز إيش التجمع وشي في حذيفة من أصلها سي وذن وسن زيد عبد الله وسن زي مناطق قمضان إلى آخره. وبالتالي إيش نتشكل إيش المجتمع منصهر نتشكل إيش المجموعة السكانية منصهرة وين يشعر يتربى ذنين يجلس يصدق ذنين يشعر بأنه قد تدع حذيفي قد تنمي سن حذيفة. لكن إيش التحول اللي وقع نروخ لأنه تشانيت كمون روخ اللي ميغات نتاميغنش روخ ديني يجن هذا الدم قال أصاب زلغن وسين صغين وضعوا المنطقة كانوا منفتحين زنزن الناس زلغن ديني دورن إيو ذني يشعروا بأنها يتخمون تقل مبادرة هنا يتخمون تقل مبادرة هنا يتحديثة يمكن مستقبلا بدون شك أنا في بعد شين سنوات قليلة أن إيو ذانا يمكن أكسني ممثلين يتخمون هو جي شين زي يتخمون بمعنى إجن التحول يوقع أن من شي غالغ الانتماء الآن القبيلة يعني أخناز من الناحية التاريخية. ولكن تساؤل واش كمسن ذي تحديثة نوجو ذي تحديثة أنش تعتقد بأن المرحلة متجاوزة واني شعر بأنه تمسن تحديثة وخوج جي السني قنت ذا حذيفي يعني نرزو من غير قدم الخير المنطقة واني شعر بأنه مثل منطقة سيقدم يعني ما يستطيع من 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 زعما من خير هو ذا حذيفي. سي سعيد روخاش مرتب على مني حذيفه روخا يقول نيت حذيفه الساكنه ينس روخا غانيش من خلال الحومه ما يزدغ كرد الداح مراكس كبير عاد رضا الداح تفد كور 10 سنين تستقر الاسره دكوا تستقر الاسره دكوا يعني كرد الداح بصفه عامه كرد الداح تفد دكوا يعني كرد الداح كوانس 10 اسر في ظرف 50 40 سنه اجن هجره اجن هجره تما وغاسي تجينا ما المشاكل اللي جعلنا الهجريه الضرر توضع الدرجه هكا نشد نظر ما يسمى الماكرو سيزن الصوره اعم الصوره يعني لي ديتاي يعني التفاصيل وزما لانه تتغير ولكن بشكل عام بن حذيفه وتجي شي منطقه يصلح عناصر الاستقرار الطويل وخاصة أنه في المرحلة إلى وزان ابن حذيفة نيت حذيفة قاعني يتعيش المهاجرين إلى في المرحلة الذهبية من غاية جسن إمكانيات إلى ابن حذيفة إلى غاشي العناصر الاستقرار على رأسه أمان وبالتالي يوذانا هاجان لو أنه سين يوذاني في اللحظة أني استقرا يمكن تفشكل نجم دنيا يمكن تبقى شي استثمارات يمكن هذا احتمال. ولكن عموما يخصني واقعيين تفجح ورد جيشي وحتى الآن قل منطقة بأنه كافية باش تضمن العيش الكريم يوذان وذين هو الاستثمارات نغاي نتقن الفرص الشغل وإلى آخره. وبالتالي ما يمكنش يجد ذين يوذان غاس الأفاق الطموحات إذا وانصنا الغان من بعد زيغة الغان خصيص الخدمة وإلى آخره. بمعنى من حديث خسنين واقعيين بأنه يمكن نفكاش صيغة أخرى في التنمية أما باش نينين لا يعني انت ثم بني حذيفه ام بني عبد الله ام ذا قيس ايضا وشد وش التطور غمقان ماشي فقط لانه ذي المؤامره
بل لان اصلا يعني عناصر الاستقرار يعني ضعيفه. ما لا يسبق سعيد البلدان الحليفه من اقدم البلدات ديال الريف، ولكن تقدم شي على المستوى المطلوب. مين يجعلونه تقدم شي يعني على المستوى المطلوب من طرف السكينه والغيورين عليه؟ يعني على حساب من دازوش التقدم، من دازوش التقدم الاقتصادي ام وراك النار. يعني واخا بالنسبه لحليفه غاسي راس المال مالو دين شي ظروف الاستثمار مواتيه ادويه ربح الى اخره، وزمنا تسع استثمار لان وزنا غاسن التجاره نقلا اي مخنطن، وزنا اللي غاتجا المهاجرين غاسن امكانيات استثمار شي دين من الناحيه الاقتصاديه، وزمنا شاك في الصلاه لانه مساله اقتصاديه محضه، وبالتالي مختزرنش يعني واش عنصر قوي يشجع الاستثمار. مساله البنيه التحتيه المستشفى مدارس سبحانين الى اخره، هي مع الاسف ان الوضعيه ملي كتعيش روخ بني حذيفه يعني الضعف وغياب بعض الخدمات مساله مؤسفه. يعني الجميع ربما يتحمل جزء من المسؤوليه، ولكن ربما المنتخبين خاصهم جزء من المسؤوليه تنبقى، لانه اثنين يتنتخبان على اساس باش تساهم في التنميه من المنطقه، مثلا دوين حقوق دوين كذا، سواء على مستوى البرلمان على مستوى الجهه على مستوى الاقليم على مستوى المحلي، بمعنى فين غاس المسؤوليه تبقى تجيني شويه شك شنو نسيول شنو راه والامكانيه تبقى تستثمر من الجميع انتظر، ولكن الدوله خصها يدين الدورين وغيضغط الدوله وغادي وين مالين اللي هو الممثلين. السي سعيد منيس قول انا المشاكل الحاليه للبلده، روخا المشاكل اللي عندنا واخا التواسيدي، المشاكل الحاليه للبلده، انقسامات بين المكتب الحالي والقديم التي لم تندمج بعد، غياب طبيب بيطري، غياب طبيب عن المركز الصحي، ومشاكل بالجمله تعيق تطور البلده. نش غاي العلاقه طيبه الاخوان جميع الطرفين، والجميع احسن الظن فيهم، فهمت؟ يعني قاغاسنينا يعني احسن بان النوايا سنتي سبحان الله عموما، لكن عموما بعض دورين تسقسي ما هو الرهان، بعض دورين يمكن نتمنغى ولكن ما نتمنغى، فهمت؟ ما نتمنغى واش ناين الصولا وغاسن بو الشعاب من غير نخرج نمشط واخا يا بحيت شي جنك من غير كسيدي، فهمنا؟ لا هنا لا هنا هنا قانا نمشي للزوار نخدم المصلحه العامه كذا الى اخره. المهم السير عن الجان يخدم شي المنطقه اخصاص شي صيغ معينه لي باش اديري دين المستوى ادنى من التوافق. هنايا شنو حسين الظن زكسن احترمه ومقدر اقدر الجميع، ولكن مصلحة الجميع فوق كل اعتبار. السي سعيد اي منايا نتمنى ان شاء الله لانه منايا يدري مليح مستقبلا ان شاء الله. السي سعيد مستقبل البلده متفائل، ما الطرق الانجح لتوقيف نزيف الهجره وتقدم البلده؟ نزيف الهجره من الصعب باش تنسبد، لانه المنطقه النمشنين كانت دائما إلكس الهجره، مساله طبيعيه جدا، ولكن لازم شي تستافد المنطقه كالهجره، يعني خصنا نوفر لوخا جاني وذان بعد الزلزال الى دين يجن الهجره معكوس صح التعبير، وذان الى تفن التقاعد تساند بنين تقن الى اخره، ولكن انقروا الدور لانه كيفاش كون غاك طبيب يجن غير غاك طبيب الجامعه غير غاك طبيب من وزاره الصحه روحو يمكن غاك تجي حتى طبيب يعني الممرضين غاك تكتسك نفسها يمكن واش هذه ديسب اديري موجود ما تيريش الى اخره. هنايا اهم شيء غاك الصحه اهم شيء، ولو يمكن نفكر في شي صياغ نظن يمكن حتى القطاع الخاص لان يمكن نقول ان هذا غنبدع هذا غير الابداع، هو كيف يمكن مال الدوله تكسي فوس تحمل مسؤوليه كيما انايا يمكن نفكر بانشاء اجر مركز يمكن نختصر به باش ناوي والى اخره الممرضين، مساله اساسيه مساله الطب فينا، لان بدون البنيه الخدمات فينا غير الصحه والتعليم وزما بنادم وخار وخا غاسين عايشين يزيد يعيش ديني وهو وتحليل جير خدمة وزما بياس. اذا مؤسف جدا اتي الوضعيه وخاصه الخدمه الصحيه قد تسمى المستوى الادنى ربما للمجتمعات المتخلفه. السي سعيد السؤال باعتبارك مختص في العلاقات الدوليه، وايضا بما ان ابناء حذيفه العديد منهم مشتتين باوروبا،
تلقوا بارتياح عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، ولكن تبقى هذه العلاقات هشة بإمكانها أن تنهار وتتعثر في أي لحظة بسبب تشابك القضايا بين البلدين. من قرقي من يجي العلاقة بين الطرفين؟ شفت مجموعة الحوارات مؤخرا، وحتى يعني مستشارين سياسيين في السفارة الإسبانية مساكين سندقي عربات، وحتى مستشارين الاتحاد الأوروبي وبالإعلام النغمانية، رغم أنه كنت مختلف كثير وذان على المستوى الإعلامي يتحللان إلى يشيطنون بزاف إسبانيا وإلى آخره، شخا بأن العلاقة جاء المغرب إسبانيا راه المصلحة للجميع، وبأن الخلاف اللي وقع نيروختني كانت سحابة الصيف مغسقان أنزاني تارني الجيونوا، بأن العلاقة لابد تعقب وسرعان ما رجعت فعلا. والترتيب العلاقة وقع يعني المصالحة وقع مؤخرا اتبان بأنه أغسيري يجن تأثير إيجابي لمدة طويلة جدا. نعم فين المشاكل تحتاج الحوار استراتيجي جاء المغرب اسبانيا، سواء قضيه الصحراء سواء قضيه نسبه التمليليه والى اخره، ولكن تظنر بان الان في المستقبل يمكن العلاقه يعني ايجابيه وتنعكس ايجابيا طبعا حتى على الوضعيه اللي سمعتنا واللي تعيشين في اسبانيا. السي سعيد، كلمه اخيره من هذا المنبر لساكنه اي حذيفه، وخاصة وأن صفحة أبناء أيد حليفة موجودة بكل منازل أيد حليفة، إيه كلمة للتحقيم؟ قراصن رعيد لكم مبروك، مبروك رعيد، تعرف ما تعود من شاء الله ما تجيم، سواء في اوروبا يعني امريكا يعني المغرب يعني شو كنظن، وتيري ان شاء الله دائما سعداء، والصفحه يا ثاني تين ديج الملتقى اكسن تعارف، واتمنى باش تفاعل اكثر خلال يعني كل جزء الموقع ينسق المبادرات من تيرين كي الصفحه يا ثاني تين، لانه لازم انا ضواف نربط تسمى نعاود نمسكار اكي وذان 40 سنه ما نزريصن. دونك يعني عيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وعيدكم مبارك سعيد سي سعيد، وأعانك الله ومزيد من النجاحات والتألق إن شاء الله، وإلى ملتقى إن شاء الله.